هذا الفيديو من أغرب الفيديوهات اللي قد شفته بحياتي. الفيديو هذا خارق للطبيعة وما يتصوره العقل سبحان الله. تخيلوا هذولا شلة شباب جالسين عند مسبح وجالسين يتمنون إن أحد يغرق علشان ينقذونه، وتخيلوا جالسين يصورون فيديو علشان يوثقون هذا الحدث. والله يا عيال احسبوا، مجلسوا أقل من دقيقة إلا تحققت منيتهم. والله يا عيال إنه مجلسه وثواني إلا جاء ولد يركض، هذا الولد وكأنه مأمور أمر يركض وطبح بالمسبح وغرق. والله يا عيال إن الطفل غرق سبحان الله على نفس ما تمنوا، وراح خويها مساعد الطفل. والمشكلة إنهم جالسين يصورون كأنهم اختاروا الأحداث والسيناريو هم بأيديهم. امسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو. البنت ذي بتغرق، مين اللي بيساعدها؟ أبو جيمي. يلا يا رب يضبط المقطع أبو جيمي. ها أبو جيمي يلا. أبو جيمي استعد. أحس ساعدته بيضبط المقطع. أنا ساعدته ناس يصفقون. إحنا من مصر. والله قال لكم مصري زين. شوف أخوها جاء، بدري عليك أخوها. أخوها لا. أبو جيمي. تعال عن أمك تعال. والله غرق والله صدق. وين غرق وين؟ والله إنه غرق. ابدا ما هو طبيعي ان الولد يرمي نفسه بالمسبح بدون اي تفكير. انا مستغرب، ما ادري ليش ودهم يساعدون اي احد. تمنوا للبنت ان تغرق وصارت ضحيه اخوه، ممكن البنت امها قريه عليها. ولكن مهما كان، حب لاخيك ما تحب لنفسك. ويلا كلكم تمنوا ان الله يرزقن تشارجر. السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم بكل خير. انا يوميا العب العاب ولكن ما اقدر ما شاء الله اصور لكم. كلكم تطلبون مني الشطحات، وبهذا الفيديو راح اوريكم مقاطع خارقه للطبيعه. راح اركز على المقاطع الخارقه للطبيعه. ترى كل هذه المقاطع بفضل الله ثم فضل اللي منشنوني بالتيك توك على هذه المقاطع. بس اسعد باللايك، ما عليك امر. لو ما تحط لايك ليجي ادعسك في بيتكم. ولا تنسى تشترك اذا كنت ضيف جديد على قناتنا. انا بيبسي وخليك مع الفيديو. انا ما ادري وش بي. ثاني فيديو، هذا من المقاطع اللي ترسخ بالذاكره. هذا المقطع كان ب 2020 بريال، رغم اني قبل تكلمت عن الفيديو هذا قبل 7 شهور وجاب 2 مليون مشاهد. بس بما انه مناسب للموضوع اليوم راح نشوفه مره ثانيه. هذا الرجال وعساني ما اقابله بحياتي. شاف وحده تسوق، واضح هذه الوحده انها بلشانه وما هي عارفه شلون تخطى هالموقف. قام هذا الرجال فتح جواله وبدا يصور. والله يا عيال ثم والله، اول ما قال عساه تصدم واجي اساعده، البنت يا عيال مجلست 6 ثواني الا وهي صادمه. واحسبوا بانفسكم، تخيلوا سبحان الله ان طلعت على السيارات لا اراديا وكانها تركت الدعسه ما صارت تمشي. شوفوا سبحان الله وامسكوا عقولكم قبل لا تنجنوا. يا رب تصدم يا عيال عشان انا اروح انقذها واصير المنقذ. عرفتوا؟ يا رب. والله حرام عليه، المشكلة دعا على البنت واصدمت ولا حتى ساعده. يلا هذا الحين جاء دور اني اعقدكم. يا رب ان اللي يشوف هالفيديو ما يحط بالتعليقات ايموجي قرد انه هكمل. ثالث فيديو للامانه، هذا يا عيال ترى الفيديو مرعب، احذركم من الان. وما نزلت هذا الفيديو والله عشان اخرع احد، انا منزله لانه غريب وخارق للطبيعه. جد الفيديو جلست افكر به يا عيال سبحان الله، ما لقيت له اي تفسير سبحان الله. جد وانا الحين جالس اتكلم يا عيال والله العظيم اني مستغرب. تخيلوا هذا الشخص جالس يمشي بالمقبره، والمقبره معروف مكان لكل انسان موجود على هذه الحياه. يوما ما من الايام راح تدخل الى القبر، ولكن مو هذا موضوعنا. تخيلوا وهو يمشي بالمقبره سمع صوت وحده تصرخ داخل القبر، والصوت يا عيال واضح بالفيديو وضوح الشمس. بس يبي لكم تدققون، تصرخ داخل القبر وحده. قبل انا حسبته قطه، يعني حسبته بس، لكن يا عيال مدققت بالصوت صرخه انسان، صرخه وحده. الله يكفينا الشر ويحمينا ويحفظنا. امسكوا قلوبكم وبيكم بس تدققون وتسمعون الصوت، وما في مشكله لو تعيد الفيديو اكثر من مره. امسك قلبك وشوف الفيديو. طبعا يا عيال بحاول اني ارفع لكم الصوت، بعيد بس اللقطة وهي تصرخ، برفع الصوت اعلى شيء. ما ادري اذا هي واضحة لكم او لا، لاني انا قد سمعتها من الجوال، للامانة كنت اسمعها قطة، لكن بعد ما سمعتها بالسماعات تأكدت انها صرخة انسان، وايضا بعد ممكن تكون ترو قطة. ترى والله في قطط انا اسمع اصوات للحظات، والله اني حاسبه شخص يتكلم، ولكن ايضا ترو فيه كثير اغلاط تصير، ناس يندفنون، اول ما ينزلونه بالقبر ترو سبحان الله يحيا يصحى يرجع، وفي سواليف كثيرة زي كذا ومشهورة، وبالسعودية وبكل الدول ناس يندفنون سبحان الله يوم يدخل القبر يرجع يحيا، رغم انه سبحان الله مثلا يكون بالثلاجة متوقف قلبه كليا وميت. لو تبحثون عن
هذا الموضوع راح تحصلون ناس كثير احياء بالقبر، سبحان الله يوم نزلوهم من القبر طلعوا احياء، وفي ناس سبحان الله يمكن يحيى داخل القبر ويموت. حمانا وحماكم الله، خلونا مع الفيديو اللي بعده المرعب، مرعب نوعا ما. رابع فيديو، بغض النظر عن ان الفيديو هذا مرعب لكنه غريب ومو طبيعي وخارق للطبيعه بعد، ولكن ما اقدر اقول الا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى خلق. هذا الفيديو مصور بنيجيريا، معروف ان الزواج سبحان الله فرحه، يعني حتى تلقى مصر يسمونه الفرح اللي هو الزواج، معروف لانه فرحه سبحان الله الزواج. هذا شخص تقدم لحبيبته ومعه خات، البنت فرحانه واضح ثاير قلبه من الفرح. طيب الى حد الان الوضع طبيعي، هو فرحان وهي فرحانه ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يجمع بينهم بالخير. الغريب واللي مو طبيعي يا عيال، جايب يلبس الخاتم قرب كذا ليده، وهنا الطامه الكبرى. والله يا عيال بما انه قرب يبي يلبس الخاتم، تخيلوا البنت انقلبت شخص ثاني، كأنها انقلبت شيطان، انزلت عليا قوة ما هي طبيعية. جد البنت صار شكله يخوف، صارت قوية ما أدري شلون. أول ما قلبت على خوياتها صارت تخانق خوياتها، ما أدري شو تسوي، تدفن أو ما أدري تبعدهن. امسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو. شيء سبحان الله ما يستوعب العقل، كيف تحولت الى شخص ثاني بثانية واحدة؟ ما ادري، اكتبوا لي تفسيراتكم بالتعليقات، ما فيه اي تفسير منطقي الا انه يعني ممكن اقول شيطان. خامس واخر فيديو، وهذا الشخص يقف على الماء. ابوريكم فيديو رجال يقف على الماء، وهذا الرجال يلعب تدريبات كونغ فو، لكن ايضا يعتبر الفيديو خارق للطبيعة، لان معروف سبحان الله ان الماء مستحيل احد يقف عليه، ولكن ايضا نعم في تدريبات تخليك سبحان الله تقف على الماء، وهذه مهارة مو اي واحد يقدر له سبحان الله. امسكوا عقول لكم وشوفوا الفيديو. شكرا لك لوصولك الى هذه الدقيقة، وما وصلت الى هذه الدقيقة الا وان قلبك قوي، اهنيك. وبس الى هنا وانتهى الفيديو، واكتب بالتعليقات وش تبي الفيديو القادم. كل هذه المقاطع بفضل الله ثم فضل اللي يسووا لي منشن بالتيك توك، ابد سووا لي منشن على المقاطع اللي تحبون اني انزلها، انا اللي عارف ان اغلبكم يحبون المقاطع حقات الجن الله يكفينش، لكن ابدا ما يمنع التنويع. اكتبوا لي عاد بالتعليقات وش تبون المقطع الجاي، حتى ولو كان جيمنج، عادي اذا تبون ننزل اخبار وجيمنج ما في مشكلة. وبس مع السلامة.